سيادة اللواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير عقب، مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة اللواء، يعني كيف تابعت هذا المشهد اليوم؟ وأنا تابعته وأنا ضابط قديم 40 سنة خدمة وداعي ولا 10 كمان ولا 15 بعد الخدمة في الأكاديمية. أنا فخور باللي بيحصل، وكنت أتمنى أن أكون ملازم دلوقتي في الجيش أو حتى مجند، يعني في الظرف اللي الجيش موجود فيه دلوقتي، لان جيش حضاري متقدم على اعلى علم وتكنولوجيا، على قدرات عاليه جدا ما كناش بنشوفها قبل كده. طب ليه الاول ليه احنا بنعمل قواعد عسكريه؟ ودي بتتعمل ازاي؟ هل تعمل كده يعني فكره او عدت؟ لا، ده تخطيط استراتيجي راقي في قلب الدوله بخططه السيد رئيس الجمهوريه مع مجلس الدفاع الوطني بناء على التهديدات والمتغيرات الجديده على الساحه. فانت النهارده كان زمان التهديد الرئيسي عندنا تجاه الشمال الشرقي، وتلاقي الجيش الثاني والثالث وكل الدنيا مستعباه الناحيه الثانيه دي. النهارده بالحظر من الجيل الرابع اصبح الارهاب اداه من ادوات التنفيذ بدلا من الجيوش. فاصبح البحر الاحمر بيجي لك منه التهديد، ومن المسرح الساحلي فوق جالك منه تهديد زي تركيا مثلا الايام اللي فاتت دي. فانت لازم يكون عندك رؤيه مستقبليه، لكن انت تعمل تجميعات للقوات المسلحه تقدر تجابه بها الجبهات الجديده. فالجنوب ما كانش فيه، فانت معاك قاعده دلوقتي فيها تحتوي على القوات على افرع الرئيسيه للقوات المسلحه بالكامل، جويه وبحريه وبريه، قوات خاصه. ده معناه ودفاع جوي معناها ان انت بتعيد تمركزات قواتك تحت التهديد المنتظر عشان تقابله قبل ما يجي لك. وده فكر راقي جدا، وده فكر الدول المتقدمه الكبيره. نعم. الو سامعك يا سياده اللواء. وبالتالي انت عملت كمان قبل كده من سنتين ونص عشان يبقى ده بيوري لك الفكر الاستراتيجي الراقي اللي انت موجود فيه، متوقع ايه. لما عملت القاعده حب اجيب في الشمال فوق، وفيها برضه نفس التكوين، يمكن مثلا قاعده مطروح ابعد شويه عن قاعده البحريه اللي موجوده في مع برنيس، لكن هي من ضمن تكوين القاعده محمد نجيب. وبالتالي انت مجرد لما حصل التهديد من تركيا في المياه الاقليميه بتاعتنا او المياه الاقتصاديه بالذات، انت كنت جاهز فرضعته من غير ما تستخدم القوه، لكن هو شافك. وبعدين النهارده من الشيء اللي الانسان يفتخر بيه انك انت تقدر تعمل مناوره كبيره زي قادر 2020، وفي نفس الوقت تفتتح قاعده جديده بامكانيات انت عايز تظهرها. فيكون بقى هنا الفكر العسكري الراقي انك تمزج المناوره بافتتاح قاعده وتنفذ فيها المهام بتاع القوات بتاعتها على من ضمن المناوره الكبرى، ده فكر راقي جدا. يخليك تثق في قواتك المسلحه وترفع راسك. شوف انت النهارده جبت انت كمان من ضمن الحاجات اللي انت بتستخدمها، انت كثرت التنوع مصادر السلاح، وبالتالي بتساعد المصادر دي وتبين انك قادر على استخدام هذه الاسلحه الحديثه، وقدره الجند المصري او الفرد المصري عموما قادر على ان يستوعب التكنولوجيا الحديثه وانواع الاسلحه، والقياده قادره على استخدام هذه الانواع المختلفه في عمليه واحده. يعني شفت النهارده الرافال لها مهمه بتنفذها، الاف 16 لها مهمه بتنفذها، الميج 29 الشرق داخله مع الغرب وشغاله، وكل دول تحت مظله الدفاع الجوي المصري. وده هو ده من خبره اكتوبر بقى اللي موجوده، كيف تستخدم الاسلحه الشرقيه مع الاسلحه الغربيه بيكود لكل واحد فيهم، وتقدر تنفذه في مهمه قتاليه كبيره زي اللي انت شفتها النهارده. عشان كده هتلاقي الخبراء العسكريين كانوا موجودين، والساده الضيوف اللي كانوا موجودين كان عندهم انبهار باللي بيحصل في القاعده او في التدريبات اللي بتحصل في القاعده، وده شيء عظيم يفرح المصريين ويرفع راسهم دائما لفوق، واطمئنوا على جيشهم واطمئنوا على بلدهم. ايه اللي يعني يميز قاعده برنيس سياده اللواء عن غيرها من قواعد موجوده في المنطقه؟ هي طبعا هي اي قاعده انت حسب التكوين اللي بتكونه فيها. فانت النهارده عندك القاعده بتاعت برنيس معاها الاصول الجنوبي لوحدها هي اللي هتشتغل بيه. عندك فوق في الشمال قاعده محمد نجيب، ومعاها قاعده اسكندريه البحريه اللي هي القوى الرئيسيه للبحريه، دول بيستخدموا الاصول الشمالي، لكن ده هو المختصص للقاعده الجنوبيه. عنده النهارده مطار او قاعده جويه كبيره فيها هيتخصص لها قوات جويه للتمركز والكلام ده.
وفيها قوات البريه بتاعتها وخاصه بيها. اذا النهارده الخص، وبعدين عندها مناطق تدريب راقيه جدا. فالنهارده يبقى انت عندك لوجستي وتدريب وتمركزات قوات وايواء ودعم فني ولوجستي باستمرار موجود، تبقى توجدها الخصوصيه اللي تقدر تشتغل فيها لعين القوات المسلحه، او كفكر القياده العامه كان محتاجه دعم في اي مواجهه من المواجهات تكون جاهزه ليها. وبعدين طبعا هي من ضمن العناصر الاساسيه لحمايه المجرى الملاحي لقناه السويس. لاحظ ده اهم حاجه. والمياه الاقتصاديه الجديده اللي انت فتحتها مع بعد ترسيم الحدود مع السعوديه، وضمت لك نص البحر الاحمر في 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 في, في, في استثماراتك، ده اكيد ان دي مهمه كبيره لقاعده زي دي تشيلها لوحدها انا بشكرك شكرا جزيلا اللواء اركان حرب محمد الغباري، مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق.